فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنناقش رواية إنجليزية بعنوان جين إير. جين إير كتبتها تشارلوت برونتي. تشارلوت برونتي هي روائية إنجليزية شهيرة، وهي أخت إيميلي برونتي وآن برونتي، والفرق بينهم في أعمارهم في سنوات ميلادهم سنتين فقط. يعني تشارلوت برونتي هي الكبيرة، ولدت في 1816، إيميلي برونتي 1818، آن برونتي 1820، سنتين اللي بيفرق بينهم. ولكن السنوات اللي توفي فيهم كان تختلف. يعني نجد ان إيميلي برونتي توفيت في 1848، ولدت في 1818 وماتت في 1848، يعني 30 سنة فقط. وآن برونتي ولدت في 1820 وتوفيت في 1849، يعني 29 سنة. وليهم أخ كان رسام اسمه برانويل، ولد في 1817، يعني ما بين إيميلي وبين ما بين تشارلوت وبين إيميلي 1817، ومات في 1849، يعني أيضا 32 سنة. وماتوا بالسل الرئوي، يعني كان ظاهر يعني مرض منتشر في العائلة. وأنا قدمت رواية وذرينغ هايتس لإيميلي برونتي قبل كده، فأريد ترجعوا لها، يعني تتفرجوا عليها لأنها أيضا رواية مهمة جدا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن رواية جين إير للكاتبة تشارلوت برونتي. هي ولدت زي ما قلت في 1816 وتوفيت في 1855، والرواية نشرت في 1847، تحديدا في 16 أكتوبر 1847. والتلات أخوات بقى كعادة الكاتبات في العصر الفيكتوري كانوا بينشروا تحت أسماء مستعارة، أسماء رجالية، لأنه ما كانش من المعتاد إن في سيدات تنشر روايات بأسمائنا الطبيعية. فكل واحدة فيهم نشرت استخدمت اسم رجالي بيبدأ بأول حرف من اسمها، يعني تشارلوت بيبدأ بالسي فاختارت اسم كيورا بيل، وإيميلي بيبدأ بحرف الإي بقت إليس بيل، وآن بيبدأ بحرف الإيه بقت أكتون بيل. ثلاث أسامي رجال نشروا، لأن حتى مثلا وذرينغ هايس لما اتنشرت من كتر العنف اللي فيها، مش عنف قتل، العنف المشاعر اللي فيها يعني، والانتقام اللي فيها، الجماهير ما صدقتش إن الرواية دي اللي كتبتها سيدة. ورواية النهاردة جين إير هي رواية تعتبر رواية ضخمة أيضا، زيها زي وذرينغ هايس تقريبا في نفس الحجم، يعني أيضا رواية أنا درستها وأنا في سنة رابعة جامعة. جين إير دي درستها أنا في رابعة جامعة في الكلية، كنت في كلية الألسن قسم لغة صينية، ولكن اللغة الإنجليزية كانت اللغة الثانية اللي بندرسها. والحقيقة الأستاذة اللي درستها لنا الأستاذة أمال الحضري الله يمسيها بالخير، كانت فعلا حبيبتنا في الرواية لدرجة أن الواحد كان بيحفظ باراجرافز كاملة، ومثلناها قدامها في مرة في إحدى المحاضرات، فالله يمسيها بالخير. يعني الرواية ضخمة، يعني أنا رجعت قريتها البي دي اف مؤخرا الأسبوع دوت، يعني فوق 600 صفحة، 691 صفحة نسخة البي دي اف اللي عندي، 691 صفحة. الرواية مكتوبة بالضمير الأول، يعني هي اللي بتسرد القصة هي جين إير نفسها. جين إير هي اللي بتسرد القصة، فبتستخدم الفيرست بيرسون اي
على طول. أسلوب شارلوت برونتي بقى بيتميز بأسلوبها قوي جدا، بتستخدم جمل طويلة نوعا ما، وبتستخدم في الرواية دي استخدمت الفعل الماضي، الفعل الماضي، ولكن في فقرة استخدمت فيها الفعل المضارع، ودي الفقرة اللي كانت لما جين إير سابت روتشستر وسابت القصر ثورنفيلد، فكانت حاسة بمرارة وبحزن، فالفقرة دي وصفتها واستخدمت الفعل المضارع فيها، يعني علشان تنقل لنا إحساسها بالضبط، وكأنها رغم أنها بتكتب عن شيء حدث في الماضي، ولكن أثناء كتابتها كأنها حاسة بنفس الإحساس فعلا. وأسلوب شارلوت برونتي يعني أسلوب أدبي بليغ حقيقة. وبتستخدم يعني شخصية جين إير، هي بتتكلم زي ما قلنا بتستخدم السرد الذاتي، يعني بتستخدم الضمير الأول، فبتعبر عن آرائها بقى في كل الشخصيات وفي كل الأشياء اللي حواليها واللي بتقابلها. على سبيل المثال في شخصية اسمها بلانش إنجرام، جين إير ما حبتهاش لأن هي كانت عايزة تتجوز روتشستر اللي جين إير نفسها بتحبه، فطبعا ما حبتهاش، إنما فنقلت بتنقل للقارئ بقى رأيها في الأشياء وفي الأشخاص اللي بتتعامل معهم، حتى لو كان رأيها صائبا إنما بتؤثر على القارئ بشكل أو بآخر. الرواية لما نشرت في 1847 أحدثت ثورة في الكتابة النثرية، باعتبارها أول رواية تركز على التطور الأخلاقي والروحاني لبطلة القصة، وده من خلال السرد الذاتي. وهنا نقدر نقول إن شارلوت برونتي أثرت في الكتاب اللي جم بعدها واللي ركزوا على هذا النوع من الكتابة، على سبيل المثال جيمس جويس. الرواية فيها نقد اجتماعي للعصر الفيكتوري، وناقشت بعض القضايا المهمة زي في اللي كانت تهم ذلك الوقت، زي مثلا الطبقات الاجتماعية، المرأة، مركز المرأة في المجتمع، الدين أيضا. طيب نستعرض أحداث القصة سريعا، هي زي ما قلت قصة طويلة جدا، يعني النسخة اللي قريتها تكاد تقترب من 700 صفحة، فمش هينفع أحكي كل أحداث القصة بالتفصيل. ملخص سريع لها: جين إير هي بنت يتيمة تربت في بيت زوجة خالها اللي بيشار إليها بأنت، يعني كأنها خالتها، اسمها سارة ريد. هي امرأة قاسية جدا وثرية، وكانت بتعملها معاملة سيئة، ولكن في خادمة في البيت اسمها بيسي لي، دي اللي كانت بتعتني بجين إير وبتعطف عليها، تغني لها أغاني وتحكي لها قصص، وكانت مهتمة بيها. وكان لها طبعا ثلاث بنتين وولد خالها المتوفي، فكانت بتلعب معاهم، إنها ما كانتش دايما بتحس إنها محبوبة منهم ومش حاسة إن ده بيتها. وفي ذات مرة وهي بتلعب مع ابن عمها جون ريد، يعني اتخنقوا كده، هما لسه أطفال يعني، لأن جون دوت يحب السيطرة على اللي حواليه يعني من الأطفال. فالمهم زوجة خالها سجنتها في غرفة اسمها الغرفة الحمراء، ودي حاجة كده عاملة زي غرفة الفئران زمان، فاكرين لما كنا في الابتدائي كانوا يخوفونا بغرفة الفئران دي، الغرفة اللي مات فيها خالها، فتحبست فيها. وهي في الغرفة بقى يعني خيل إليها أنها شافت عفريت خالها، فصرخت وأغمى عليها، وبعد ما فائت من الإغماء لقت الخادمة ديت بيسي معاها بتعتني بيها، وفي رجل آخر اللي هو صيدلي يعني اسمه لويد، السيد لويد، يعني لغاية ما فائت. وبعد كده السيد لويد اقترح على خالتها السيدة سارة ريد ان هي ان هم يعني انها تبعتها لمدرسة داخلية تتعلم فيها، فوافقت. فجين طبعا فرحت جدا انها هتبعد عن هذا البيت وعن هذا المناخ الغير صحي، راحت لمدرسة اسمها لوود.
لوود ناظر المدرسة اسمه بروكلهيرست. ده كان رجل متدين من الظاهر فقط، إنما وبيشجع الأطفال على الـ على الـ على فضيلة الفقر والتقشف، وإنما كان بياخد بقى أموال المدرسة وينفقها على بيته ويعيش هو في بحبوحة من العيش. بيفكرنا بشخصية جوزيف في رواية وذرينغ هايتس لإيميلي برونتي، أختها الأصغر منها بسنتين. أيضا كان هو كان خادم في البيت، إنما كان دايما ماسك البايبل ودايما يقرأ فيه ودايما يتكلم عنه، إنما كان شخصا منافقا وشريرا. هذا الرجل أيضا الناظر المدرسة بروكلهيرست أيضا رجل كان رجلا قاسيا ومنافقا وشريرا. فيعني نقدر نعمل مقارنة بين شخصيته وبين شخصية جوزيف في وذرينغ هايتس. الأم كان في بنت في المدرسة ديت اللي هي لوود اسمها هيلين بيرنز. دي على الرغم من كل الفساد اللي كان في المدرسة واضح جدا للجميع، إلا أنها تقبلت كل هذا الظلم والفساد بنوع من وكأنها شهيدة، يعني كأنها ضحية. ورغم أنها كانت صديقة، هي الصديقة الوحيدة لجين إيه، إنما جين ما عجبهاش الطريقة دي. هيجي بقى في وباء في المنطقة، وباء التايفويس، هيودي بأرواح العديد، وهتموت من ضمنهم هتموت هيلين ديت. بروكلهيرست هيسيب المدرسة، وفضائح المدرسة وفساد المدرسة والظروف الغير صحية والطعام الغير صحي هيبدأ يلفت الأنظار للجهات المسؤولة. حياة جين بقى في المدرسة هتتحسن بشكل كبير. هتقعد 8 سنوات أخرى في المدرسة، 6 سنوات كتلميذة وسنتين كمعلمة. هيجي بقى هتجيلها فرصة ان هي تعمل برا، وهي هتحب انها تعمل برا علشان يعني توسع من نطاق خبراتها وما الى ذلك. فجات لها فرصة انها تشتغل مدرسة لغة فرنسية في قصر اسمه ثورن فيلد. هتعلم بنت صغيرة اسمها أدل. مديرة المنزل في البيت دوت اسمها فيرفاكس، وصاحب البيت المالك القصر هو روتشستر، إدوارد روتشستر. هتحبه سرا، يعني مش هتصرح طبعا بحبها دوت، انما هتسمع من اول ما توصل البيت، وبتسمع بالليل صرخات وضحكات، امرأة بتضحك وفي مرة وهي بتتجول في الروتشستر هتلاقي في دخان طالع من غرفة روتشستر. هتدخل هتلاقي البيت في حريقة، هتوقظه من النوم وهتنقذ حياته، يعني هيطفي الحريقة. وهيقول لها ان مسؤولة عن الحريق دوت خادمة اسمها جريس بول. هقول لها انها بتسكر، ويعني هي السبب في هذه الحركة، انما مش هيطرد جريس بول. فهي هتشك بقى، جين هتشك ان لا، اكيد جريس دي مش هي اللي ورا المشكلة، مش هي اللي ورا الحريق يعني. فالمهم في ذات يوم روتشستر هيرجع القصر وهو معاه بنت شابة جميلة اسمها بلانش إنجرام. وبنت جميلة جدا وشكلها أرستقراطية نوعا، يعني طبعا طبقة اجتماعية أعلى من جين إير. فجين إير هتغير منها وهتكرهها، وبلانش دي فعلا بنت متعالية كده. وهتخاف بقى جين إير، هتخاف إن روتشستر يتزوج من بلانش ديت. إنما هتفاجأ إن روتشستر هيكتشف إن بلانش إنجرام دي يعني هي طمعانة في أمواله. فبدل ما يتقدم لخطبتها، تقدم لخطبة جين إير. فجين إير طبعا ساعدت جدا ووافقت على الفور. إنما في يوم الزفاف بقى، وهم في الكنيسة بيعقدوا عقد الزواج، في واحد اسمه ميسون دخل الكنيسة وقال الزواج ده ما ينفعش علشان روتشستر متزوج أصلا، وهو متزوج من أخته هو، والمرأة المتزوجة اسمها بيرثا.
بيرثا ميسون، هو اسمه اسم الأسرة يعني ميسون. فهيقول إن هو وروتشستر مش هينكر، هيقول إن هو فعلا تزوجها لما كان عندما كان شابا في جامايكا وعاد بيها، وهياخدهم بقى من الكنيسة، يعود بهم للقصر ثورنفيلد، وهيوري لهم زوجته بيرثا ديت. هكتشفوا بقى، وجين إير هتكتشف ان هي سيدة مجنونة ماشية على ايديها ورجليها وبتزمجر وكأنها زي الحيوانات يعني مجنونة وكده يعني. وان وروتشستر هيقول لها بقى انهم خبيها في الدور الثالث من ساعة ما تزوجها في جامايكا من اكتر من 15 سنة، وبعد الزواج اكتشف ان هي مجنونة فعاد بها الى انجلترا وحاول انه يعالجها بكل الطرق، لم تفلح أي طريقة، فاضطر أن يسجنها ويحبسها في غرفة في الطابق الثالث. وعرفت بقى أن هي اللي كانت المتسببة في الحريق السابق دوت، وقررت أن هي تهرب من أو تترك ثورنفيلد، تترك القصر، لأن روتشستر قال لها أنه بيحبها وعاوز يتزوجها وما يقدرش يعيش من غيرها، وكان خلاص هو كان متزوج رسمي فما ينفعش يتزوج واحدة ثانية، فكان عايزها تبقى في القصر كعشيقة له، ولكنها سترفض، ولأن يعني هي كانت متدينة أيضا، وهتخرج من القصر تهرب منه وتخرج بقى. وهنا بعد ما تخرج زي ما قلت بقى في الرواية، اسلوب الرواية في الفقرة دي بالذات هنتقل من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع لتوكيد وتعميق إحساس جين إير بالهوان وبالعجز وبالحزن وكل هالدوا. هتفضل فلوسها هتخلص منها، ويعني هتبقى في حالة جوع وفي حالة فقر وأسى وحالة معاناة شديدة، إلى أن في تجد ثلاثة أشقاء يعني يعطفون عليها ويعني يستضيفونها في بيتها، يعني سيدتين، واحدة اسمها ماري وديانا، وأخ الثالث بقى أخوهم الثالث اسمه سينت جون. سينت جون يعني القديس جون، إنما بيتنطق سينجن، لأن بشوف في ناس بتكتبها سينجن القديس جون، إنما هو لا، هو بيتنطق سينجن، إنما هي طبعا بتكتب كده استي يعني سينت جون يعني القديس جون، إنما لما تقروا الرواية اقروها بالنطق ده سينجن. المهم هو كان عائلة دي اسمها عائلة ريفرز، كان هو متدين، كان من المبشرين يعني. هينجح انه يلاقي لها وظيفة، يعني وظيفة تدريس في مدرسة خيرية، فهتبدأ فيها فعلا. وفي ذات يوم هيعود لها ويقول لها ان عمها جون إيه توفي وترك لها ثروة تقدر ب20,000 جنيه استرليني. فلما تسأله طب انت عرفت ازاي ان عمي مات وكده، هيقول لها ان هو جون إير ده يبقى عمه هو كمان، فهتعرف بقى ان دول كانوا اصلا يعني ولاد عمها وفي صلة قرابة، فتقرر ان هي تقتسم الثروة مع اقاربها الجدد دول. سينجن دوت بقى او القديس يوحنا دوت القديس جون او سينجن هيقرر السفر الى الهند كمبشر، وهيطلب من جين ان هي تسافر معاه كزوجة، ولكنها سترفض الزواج، هتوافق على الذهاب للهند معه ولكن كأخ وأخت، إنما ترفض الزواج من ابن عمها دوت لأنها ما بتحبوش، وهتحس إنها كده بتقتل نفسها. وهيطلب منها بقى سينجي إنها تعيد النظر في الأمر كله، إنما هتسمع بقى أو هيخيل لها إنها بتسمع صوت روتشستر، فهتقرر ان هي تعود، هتكتشف ان هي ما زالت بتحبه يعني، وهو ده الشخص اللي عايزة تتزوج بيه، فهتعود للقصر ثورنفيلد لتكتشف ان القصر يعني احرق تماما عن بكرة ابيه، أحرق عن بكرة أبيه، فهتسأل عنه، هتعرف بقى أنه نجح أنه ينقذ إن اللي أشعل الحريق هي أيضا بيرثا، وأن هي ماتت في الحريق دوت، ولكن روتشستر نجح في
في النجاة وفي إنقاذ الخدم لكنه فقد بصره. فلما تسأل تعرف أنه عايش في منطقة اسمها فيرنتين، هتروح لمقر إقامته الجديدة وهيكون عايش مع خادمين هناك جون وميري، وهيسعد جدا طبعا لما يلاقيها رجعت لي، وهتقول له ان في واحد تاني تقدم لها ابن عمها وشاب وجميل، وهي تكون شافت بقى ان هو بقى اصبح اعمى، انما هتقول له ان هي اختارته هو وان هي رجعه له عشان تتزوجه. فعلا هيتزوجه، وبعد عامين من الزواج هيقدر يستعيد يعني بصره، هيتردله في إحدى عينيه، وهيقدر يشوف ابنه الجديد المولود، وهيعيشوا في حياة سعيدة. وهذه هتكون نهاية القصة، وهي نهاية بتصور نجاح جين إير في الوصول للاستقرار والسعادة، اللي بنلاقي إنها في القصة كلها هي سعي منها ورحلة منها من أجل أن تصل إلى السعادة والاستقرار. لأن في نهاية القصة برضو كتبت إن هي متزوجة من 10 سنوات وأنها سعيدة وأنها بتتمتع بالمساواة الكاملة مع روتشستر في حياتها. كلمة وجملة ونقطة المساواة الكاملة دي مهمة جدا، وهنتوقف عندها يعني. والقصة بتنتهي كده نهاية سعيدة يعني، وهي من قصص الحب اللي تعتبر مشهورة جدا ومهمة جدا خاصة في العصر الفيكتوري. وهي أيضا الرواية تعتبر رواية جوثيك، يعني زي وذرينغ هايت كده، تعتبر رواية جوثيك. يعني اللي لسه مش عارفين يعني ايه جوثيك ورواية جوثيك، ياريت في حلقة انا عاملها مخصوص عن الادب، عن الجوثيك في الفن والجوثيك في العمارة والجوثيك في الادب، ياريت ترجعوا للحلقة دي وتتفرجوا عليها وتشوفوها. بكده نكون انتهينا من عرضنا الملخص السريع لقصة ورواية جين إير لشارلوت برونتي، واعتقد القدر ده يكون كافي جدا لأي شخص مهتم بالاطلاع ومعرفة الأدب البريطاني. بالنسبة لهؤلاء الطلبة أو النقاد أو المهتمين بدراسة بعض التفاصيل وكثير من التفاصيل، يعني المواضيع اللي القصة بتناقشها، الرموز اللي في القصة وما إلى ذلك، إن شاء الله ده هيكون في جزء ثاني هنسجله دلوقتي إن شاء الله. ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما استعرضنا ملخص سريع لأحداث رواية جين إير، نشوف بقى المواضيع والأسئلة اللي الرواية بتطرحها، وبعض الأسئلة ممكن أطرحها. يعني ليه هي جين إير رفضت الزواج من روتشستر في البداية؟ رفضت الزواج باختصار منها لأن كان أولا يعني كانت مترددة جدا في حبها له، لأن في فواصل اجتماعية كبيرة. إنما بعد هو ما حبها فعلا وطلب منها الزواج ووافقت، واكتشفت بعد كده أنه متزوج، فكان طبعا طبقا للعقيدة المسيحية كان مستحيل أنها تتزوجه. رفضت الزواج من سنجن. ممكن سؤال تاني، ليه رفضت الزواج من سنجن؟ باختصار لأنها ما حبتهش، وحاست أنها كده هتكون بتخدع نفسها وبتدمر حياتها، وعادت إلى روتشستر وقبلت الزواج بيه بقى، لأنها في التاني مرة بقى كان الأمر مختلف تماما. أولا تاني مرة كانت زوجته الأولانية بيرثا دي كانت خلاص ماتت، فهو أصبح يعني ممكن يتزوجها، إلى جانب أنها عادت وهي كانت ورثت بقى ثروة من عمها المتوفى، فكانت ما فيش بقى فواصل اجتماعية، هي مش بتشتغل عنده زي الأول. الأول كانت هي مجرد مدرسة لبنت عشيقته، فهو بيقول انها مش مقتنع ان هي بنته يعني. المهم يعني انما لما رجعت له بقى، رجعت له وهي غنية، وهي يعني من ناحية الاجتماعية بل افضل منه كمان، لان هو كان اعمى وهو محتاج لها في ذلك الوقت.
وقدرت انها توائم بين عاطفتها وبين تدينها. يعني هي بتحبه انه ما تقدرش انها تكون عشيقه له، يعني ده يخالف تدينها ودينها المسيحي، فقدرت انها توائم وتوافق ما بين عاطفتها وبين حبها، وفي النهايه قدرت فعلا انها تجمع بينهم وتتزوجه بشكل طبيعي. الروايه ايضا ممكن نقول انها بتتحدث عن نفاق رجل الدين زي ما قلت، متمثلا في ناظر المدرسه بروكلهيرست، وزي ما قلت بيذكرنا بشخصيه جوزيف في روايه وذرينغ هايتس، نفس الشخصيه، شخصيه رجل الدين اللي بيتكلم بالدين ويدعو الناس الى التقشف ويعظ الناس وهو بيعمل عكس كده تماما. الحاجه الثالثه، الموضوع الثالث اللي ممكن نقول نجده في الروايه، الطبقات الاجتماعيه اللي في الروايه، وده أيضا يذكرنا برواية وذرينغ هايت. يعني جين إير بتذكرنا بشخصية هيث كليف في وذرينغ هايتس. وهيث كليف كان أيضا ولد يتيم لقيط، وكان عمل في البداية صاحب البيت، يعني جلبه وعمله زي ابنه، إنما بعد ما مات أصبح مجرد خادم في البيت وعمل بشكل وحش ومشي ورجع بعد 3 سنين، ورجع بقى معاه أموال وكسيد واشترى البيت وأصبح هو اللي يتحكم في الناس كلها، وعاد لينتقم، عاد لينتقم. يعني الحلقة اللي كنت عملتها على الرواية ديت كان في أعتقد طالبة يعني كتب التعليق بتقول لي إن الحلقة طويلة جدا، الحلقة كلها أخذت مني تقريبا 1.5 ساعة عشان أناقشها بشكل ده. إنما الحلقة الأخت بتعلق عليها كنت نزل جزء فقط 14 دقيقة، فبتقول إن ده طويلة جدا. يعني 14 دقيقة وشايف إن الحلقة كده طويلة جدا. طيب لو عايزة تلخيص لقصة وذرينغ هايت فوق 600 صفحة تقريبا في نسخة PDF، لو عايزة تلخيص سريع جدا ليها، عاد لينتقم. يعني تقدر تقول إن زي كده قصة سيدنا يوسف تاه ولقوه، قصة وذرينغ هايتس عاد لينتقم. فنلاقي ان في وذرينغ هايتس الطبقات الاجتماعية في العصر الفيكتوري سهل جدا الواحد ينتقل من طبقة الى طبقة، والطبقات الاجتماعية فراجايل يعني هشة. نفس الحكاية مع جين إير، ايضا ولدت يتيمة وفقيرة، وانما يعني ورثت من عمها الغني فأصبحت غنية وانتقلت في الطبقة الاجتماعية إلى طبقة تانية أخرى أعلى، وده بيميز زي ما قلت العصر الفيكتوري. الرواية بتنتقد العصر الفيكتوري وتقاليد، زي وذرينغ هايت أيضا بتنتقد العصر الفيكتوري والفواصل الاجتماعية والطبقات الاجتماعية. يعني في العصر الفيكتوري كان من غير المتخيل أن واحد يكون مالك قصر يتزوج من واحدة شغالة عنده في البيت، لأن هي رغم أنها كانت مدرسة يعني انتلكتشوال مثقفة، إنما كانت في مصاف الخدم وتعامل كأنها واحدة من الخدم اللي في البيت. وده بيتضح في حوار بين جين إير وبين روتشستر في الفصل 23 اللي بتقول له فيه، يعني أنت فاكر عشان أنا فقيرة، أتظن لأنني فقيرة ومجهولة وغير جميلة أنني بلا روح وبلا قلب، فتقول له لا، يعني ان لدي روحا وقلبا مثلك تماما. وتقول لو ربنا جعلني جميلة وثرية فسأجعل من الصعب عليك ان تصل الي كما انه ان تتركني كما انه من الصعب علي ان اتركك الان. وبالفعل هذه الطبقة الاجتماعية المتصلبة في العصر الفيكتوري ظلت هي الغالبة لنهاية الرواية، لان لنهاية الرواية ما قدرتش انها تتزوج بيه الا بعد ما ورثت من عمها المتوفى، واصبحت هي كمان غنية واصبحت مساوية له. وده ياخد للموضوع الرابع والمساواة بين الجنسين. نلاقي ان في 3 شخصيات رجالية في حياة جين إير. الشخصية الاولى ناظر المدرسة اللي هو بروكلهيرست، والشخصية الثانية ادوارد روتشستر اللي هي حبته، والشخصية الثالثة ابن عمها سينجن المبشر اللي حبها وحب سينجن ريفرز. وكلهم الثلاثة يعني ضد المرأة، وكانوا بيحاولوا يسيطروا عليها،
بشكل أو ويحجموا من دورها ويقزموها، إنما هي شخصية جين إير شخصية قوية ومستقلة، ونجحت في فرض إرادتها وفرض إرادتها وشخصيتها على كل اللي بتعمله معها. حتى روتشستر يعني أشار لكده بنفسه في حوار ما بينهم لما كانت لسه بتشتغل عنده، ونجحت إنها تتزوج من الرجل اللي هي أحبته في ظروف كانت هي بقى الأقوى منه، وهو كان ضعيف بقى وأعمى وخسر ثروته، وهي العكس تماما، وبقى هو اللي معتمد عليها مش هي اللي معتمدة عليه. الموضوع الخامس هو موضوع الانتماء، ان هي دايما كانت عايزة تحس انها بتنتمي الى بيت معين، بيت تحبه، بيت تكون حاسة ان هي مفيدة في هذا البيت. ده ما حصلش في اول بيت عاشت فيه اللي هو جيتس هيد، البيت اللي كانت فيه زوجة خالها، لانها كانت بتعامل بغير حب وبتعامل بغير شفقة وبلا رحمة، وكانت زوجة خالها ديت بتعاملها بمنتهى القسوة. فرحبت على طول وفرحت انها هتسيب البيت دوت وتروح لمدرسة لوود. انما في المدرسة ايضا نفس الحكاية، فضلت في المدرسة لان كان في واحدة هناك مدرسة معها اسمها ميس تيمبل، هي اللي كانت يعني ايه بتحبها ومصبرها على الأعاد. انما بعد ما ميس تيمبل رحلت عن المدرسة، هي كمان حست ان ما خلاص المدرسة مش بيتها، مش مكانها انها تقعد فيه، فكانت عايزة تخرج بره تشتغل في مكان اخر، ان المكان خلاص لم يعد يستحق البقاء فيه. البيت الثالث اللي عاشت فيه هو قصر ثورن فيلد، القصر اللي يملكه إدوارد روتشستر. ده بقى البيت الوحيد اللي جين فعلا حست ان هو ده بيتها، واللي حبته وحبت انها تقعد فيه، لان اللي يملكه واللي عايش فيه هو الانسان الوحيد اللي هي احبته، الرجل الوحيد اللي احبته، لكنها اضطرت انها ترحل عنه بعد ما عرفت ان الرجل الوحيد اللي بتحبه يعني متزوج، وهي رفضت انها تعيش في الخطيئة معه. على مدار الرواية بقى بنجد ان فكرة جين في الانتماء هو انها تحب البيت اللي هتنتمي ليه دوت، انها تكون مفيدة للبيت دوت، مؤثرة فيه، وانه يكون انها تكون مع الشخص اللي بتحبه. ولذلك هي عادت الى قصر ثورنفيلد ووجدت انه احترق تماما، فذهبت لروتشستر في بيته الجديد وتزوجته، وبنوا مع بعض بيتهم الجديد، بيت الزوجية. يعني الموضوع السادس هو استخدام الجوثيك والعامل الجوثيك وعناصر الجوثيك لإظهار قلق وعدم استقرار حياة جين إير. زي ما قلنا روايات الجوثيك خاصة لو رواية رومانسية، البطلة لازم تكون بطل القصة لازم تكون امرأة، يعني ده الشرط الأول كده، لازم تكون بنت امرأة، ولازم تكون يعني ده الملاحظ في معظم الروايات الكلاسيكية الجوثيك، إن هي واحدة مثلا تشتغل مدرسة أو ممرضة في بيت عند رجل متسلط عليها ويفرض شخصيته عليها، نفس علاقتها بإدوارد روتشستر. ولكن جين إير شخصيتها قوية، فعرفت إن هي يعني تخلص نفسها من هذه الظروف القاسية اللي المجتمع فرضها عليها. الحاجات التانية اللي ممكن الجوثيك اللي نلاقيها في القصة، يعني مثلا يبقى في طابق دايما مهجور، في واحد ميت في هذا البيت زي خالها والغرفة الحمراء اللي اتحبست فيها، ولما راحت قصر ثورنفيلد الطابق الثالث أيضا في واحدة مجنونة. كل العوامل دي كده عوامل جوثيك تخلينا نقول ان القصة قصة جوثيك. رؤيتها لشبح خالها لما اتحبست في الغرفة الحمراء، وهي ظنت انها رأته وصرخت واغمى عليها وما الى ذلك، وهذه الذكرى بقى ظلت تهاجم مخيلتها من حين لآخر، تذكرها بفشلها في الاستقرار في الحياة في ذلك البيت، وتذكرها بعدم تمتعها بحب أي شخص في ذلك البيت. حاجة تانية، العاصفة
اللي هبت وفلقت الشجرة اللي عند الشجرة ديت روتشستر كان قد قبلها، وكأن كأن يعني زي ما الغربيين يحبوا يقولوا الطبيعة نفسها ترفض زواجها وارتباطها بروتشستر في ذلك الوقت، لأن في ذلك الوقت كان في فرق اجتماعي كبير بينهم، وكان في ذلك الوقت هو ما زال متزوجا، وكأن يعني كأن الله يرفض لها أن تتزوج منه في ذلك الوقت تحديدا. وبالفعل وعلى أن زواجها به في ذلك الوقت وارتباطها به في ذلك الوقت يعني سيكون ضد العقيدة المسيحية وسيغضب الرب وهي لن تكون سعيدة، والفعل اكتشفت فيما بعد أنه متزوج. في رمزين بقى نتكلم عليهم في الرواية. الرمز الأول هو الغرفة الحمراء، نعود إليها مرة أخرى. هذه الغرفة الحمراء هي رمز لكل ما يجب على جين إير التغلب عليه من أجل الوصول إلى سعادتها وحريتها. الرواية هي عبارة عن سعي ورحلة جين إير في بحثها عن السعادة والاستقرار والحب والانتماء لبيت وأسرة. فهذه الغرفة الحمراء اللي هي اتحبست فيها وأصبحت سجينة في تلك الغرفة كعقاب لها، أصبحت هدفها وهي حبيسة الغرفة أنها تهرب، أنها تخرج من الغرفة دي بحثا عن حريتها. فالغرفة نفسها أصبحت رمزا لكل ما يجب عليها التغلب عليه من أجل الوصول إلى حريتها وسعادتها واستقرارها وانتمائها لمكان ما. وأصبحت بقى الغرفة دي تتذكرها كل ما تتعرض للإهانة في مكان ما. يعني على سبيل المثال تذكرتها، تذكرت الغرفة دي وأنها كانت حبيسة تلك الغرفة عندما أهينت في مدرسة لوود، وتذكرتها أيضا في قصر مع روتشستر ثورنفيلد لما طلب منها بعد ما عرفت أنه متزوج وطلب منها أنها تظل معه كعشيقة، فهي رفضت وأحست بالإهانة وتركت القصر ورحلت عنه في تلك الليلة وهي تشعر بإهانة بالغة، فتذكرت هذه الغرفة الحمراء. وهنا زي ما قلت نجد أن الرواية هنا بقى الفقرة دي مكتوبة في الفعل المضارع present tense مش past tense لتعمق من إحساسها بهوانها في تلك اللحظة رغم أنها بتكتب عن حدث ماضي. الشخصية الثانية بقى والشيء الثاني اللي نقدر نقول أنه رمز مهم جدا هي شخصية بيرثا دي بقى اللي هي زوجة روتشستر. إنه قد اختلفوا عليها ويعني وقالوا عليها أن هي رمز الأشياء عديدة. يعني على سبيل المثال ناس قالوا أن هي بتعبر عن جين إير نفسها وعن حالة الغضب والعنف العاطفي اللي كانت بتشعر به في سنين صباها وهي ما زالت طفلة. فوجود بيرثا في الرواية هو أيضا رمز لإحساس جين إير بأن زواجها من روتشستر غير مأمون، خاصة أنه ضد كل تقاليد العصر الفيكتوري الذي لا يقبل أن يكون في سيد يتزوج من موظفة الذي تعمل في منزله، وفي فرق طبقي اجتماعي كبير جدا. البعض الآخر رأى أن شخصية بيرثا دي هي ترمز لشخصية الزوجة المغلوب على أمرها في العصر الفيكتوري، المحبوس دائما في البيت ولا تخرج من البيت ومما يؤدي إلى جنونها، رغم أن في الرواية هي يعني حسب كلام روتشستر هي جاءت من أتى بها من جامايكا وهي مجنونة أصلا يعني. وإن إنما الجنون ده بقى أيضا ناس تقول أنه بيأتي كتحذير لجين إير إن استسلامها الكامل والتام لروتشستر سيؤدي بها في النهاية إلى الجنون التام كما حدث مع بيرثا. وفي بقى ناس تانية بتفسر شخصية بيرثا شخصية محورية وشخصية مهمة جدا بيرثا دي، بتفسرها بقى بأن هي بيرثا دي هي مش إنجليزية، فهي مش بيضاء، هي
كريول، بيقولوا عليها شخصية كريول اللي هي من جزر الكاريبي، شخصية كريول اللي هي الشخصية اللي بتبقى خليط واحد أبيض وواحدة سمراء، فهي لا هي بيضة ولا هي سوداء، هي فهي بالنسبة للإنجليز هي تمثل الآخر، الشخص the other، الشخصية الأخرى لوتغ، الشخصية الثقافة الأخرى الآخر. ولذلك في ذلك العصر، العصر الفيكتوري، عصر الإمبريالية الغربية، كأنهم هي بيرثا كانت محبوسة في غرفة لوحدها في الطابق الثالث، ثم أيضا بيضعوا الثقافة الأخرى، كل ما هو غير غربي بيحطوه بعيدا عنهم، وكانهم بيحبسوهما the other، يعني نحن وهم، هم شيء غريب عننا، فكل ما هو غير غربي وغير إنجليزي بيضعونه جانبا وبعيدا عنهم. والحاجة الثانية أيضا اللي لازم نلاحظها، إن نجد إن شخص هذه الشخصية بيرثا اللي تمثل الآخر اللي هو كل ما هو غير غربي كانت مجنونة، شخصية مجنونة، وشخصية جين إير اللي هي الأوروبية الغربية شخصية عاقلة مثقفة متزنة. يعني يجعلنا نتساءل، يعني العصر الفيكتوري دوت والقرن التسعتاشر الروايات اللي فيه بنجد فيها كمية عنصرية، لا كل ما يكون في أي شخصية غير غربية بنجد فيها شيء من العنصرية. يعني هل دي عنصرية من شارلوت برونتي زي عنصرية جوزيف كونراد وشكسبير كمان تجاه كل ما هو غير أوروبي؟ يعني أعتقد أن ده سؤال جدير بأن نطرحه وأن نفكر فيه بجدية، ولكن نكتفي بهذا القدر، ونراكم إن شاء الله مع عمل أدبي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.